شوفوا هذه كلها شكل، ترى لا يهمكم. شوفوا وين المخبأ السري الإجرامي اللي عندهم. حسبنا الله ونعم الوكيل. طبعا تدخل هنا ما تشوف شيء، تشوف كراتين كلها هنا، أمورك تمام خلاص. جدار هذا فجأة شلناها هنا، الألواح حطيناها هنا، صار هنا ممر. شوف الممر كيف، شوف هالصار. معنى أن من هذه هنا كل البلا والجلا حصل للعسل. تخيلوا أنها هنا يصنع العسل واسم كبير للأسف. وهنا لا حول ولا قوة إلا بالله. هذه صناديق أو البراميل كلها تحط فيها العسل، وفي الأخير تطلع في علب وتباع. هذا هو لا وهم هناك مسجل على أن عسل عضوي للأسف ويعبى. وهذا وش هي؟ خاصة بالفنادق أو أوكي حلو. وكلها للأسف معبية من اللي تشوفونه أمامنا الآن. لا والخلطة هنا والمعمل هذا في هذا الوكر. حياك الله أخوي محمد الشهري المشرف الميداني في وزارة التجارة. وحيك يا ابو. وش شفنا اليوم؟ اللي شفنا زي ما انت شايف الآن، طبينا على وكر، داهمنا وكر لتصنيع العسل بالطرق اللي انت شايفها، وتصنيع غذاء منشط للنحل بالطرق السيئة اللي انت شايفها الآن. يلا وعلى أيدي عمالة وافدة للأسف. أنا على أيدي عمالة وافدة واشتباه تستر 90% كتابت. الله لا يوفقهم. بسم الله أصلا بالله حرام تأكلون. هنا فقط كل الأحجام للعلب هذه موجودة جاهزة مجهزة، بس يعبونها من الدمار والوصف. نعم هذه يعبونها وتم ضبط استيكرات توضع عليها وتعب العسل ويباع. والضحية المستهلك للأسف. المرحلة الأولى زي ما قلنا تعبية العسل في العلب، والآن هذه استيكرات كلها موجودة، بس لصق وغلف وبع. والله يدمرونا كل شيء، كل شيء عندهم حتى حق التاريخ ذي. على طول سجل التاريخ بكيفك، عب من القرف هذا واخلط بالقرف هذا، ثم حط ما أدري زيت والشحم خلطات من الغبية هذه، ثم بعدين علبها، ثم حط التاريخ وبيع. والمستهلك المسكين كل الله العظيم الواحد ما يدش يقول لك حسبي الله ونعم الوكيل على من يسأل التدمير. وللأسف كثيرهم ما يدري عن أي شيء. تستر دمرنا، حسبي الله على من ساهم في كل هذه الأمور. حسبي الله ونعم الوكيل. هذول الثلاثة هم المتسببين في كل ما يحصل في هذا المكان من غش ولعب ودمار. للأسف عمالة وافدة وكفيلهم شاب متسبتي. خاص وزارة التجارة والحملات الأمنية المشتركة بالشرطة الرياض. خلاص روحوا الآن، إن شاء الله يجيب حكم، إن شاء الله يكتبوا يكتبوا.